أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، أبي القاسم محمد صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وعلى أهل بيتك المعصوم. سلام الله عليك يا سيدة النساء، يا فاطمة الزهراء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم. يا باب دار الطهر، يا باب دار الطهر كيف عصرتها. نسأل الباب، مو أفضل مما نسأل التاريخ؟ يا باب دار الطهر كيف عصرتها، قل لي بربك عامدا تؤذيها أم أن أصحاب السقيفة عنوة قد أجبروك بعصرة تدميها. هشمت يا باب المنية ضلعها، يا باب يا باب، هشمت يا باب المنية ضلعها. أنت الذي ترجى بأن تحمي، سقط آيات ونادت يا محمد يا أبي، والنار ترمي جمرها من فيها. سقطت ونادى محسن من تحتها مثل ابن مريم قاصدا يسلي. يا 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 غادرت البتول بشجوها، اي والله، والضلع مهشوم الى باريها. اما زينب تقول بعد ما اقدر اصد للباب بعيوني. ليش يا زينب؟ بعد ما اقدر اصد للباب 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 بعيوني. انا من الصد لاذكر الزهرة تصيح لحقوني. اذا اردتونا ظلا عايشة بهالدار، او لازم بيها غمض وانسى كل ما صار. اشلون انسى الضلع والباب والبسمار وانا اسمع الزهرة تصيح حصراني. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله
الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. صدق الله العلي العظيم. إخواني مقدمة قبل الحديث عن تفاصيل هذه الآية. المقدمة هذا في اللغة العربية يقال له أسلوب استثناء اللي في الآية. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هاي اللي بعد الأداة إلا حتى الذين لم يدرسوا اللغة العربية ونحن عرب نفقه المعنى، جوهر المعنى نفهمه، يمكن نفهمه كلش طبيعي. الله تبارك وتعالى لا يحب للإنسان أن يجهر بالسوء من القول، القول السيء، القول المحزن، القول المكروه. الله تبارك وتعالى لا يحب أن الإنسان يجهر به. نعم عندك سوء من القول لا تجهر به، تكلم به مع خواصك، اشتكي إلى مؤمن، من اشتكى إلى مؤمن فقد اشتكى إلى الله، التفت، ومن اشتكى إلى غير مؤمن اشتكى الله، يعني كأنما قدمت شكوى ضد الله إذا تسولف مصيبتك إلى غير مؤمن. أما إذا سولفت مصيبتك إلى إنسان مؤمن كأنما تحدثت بها إلى الله تبارك وتعالى. تمر بينا مصائب والإنسان يضيق صدره بالمصيبة بعد ما يتحمل، يكون لازم يسولف يعني. أما ذولا ما يفهمون يعني حقيقة، اللي يعيبون علينا حزننا على أهل البيت عليهم السلام ما قارين القرآن بصورة متأنية واعية، وحتى إذا قارين القرآن فأكو أفكار تشوش عليهم. نبي الله يعقوب عليه السلام: أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن العين لتدمع. هذا من الله اللي يبكيك، منه أنت يا الله يبكيك، من اللي يبكي سبب البكاء؟ من الله تبارك وتعالى. وأنه هو أضحك وأبكى، هكذا نقرأ في سورة النجم: إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع أو يحزن. هاي مو بيدي بعد، صارت عنده مصيبة قلبه يحزن يقلق يثقل عليه الهم. هاي قضية من الله تبارك وتعالى، الشعور يفرض عليه فرضا. إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع ولكن لا نقول ما يغضب الرب. هنا المشكلة، واحد تمر به مصيبة يكتم يتحدث بها المؤمن، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. واحد إذا نزلت به مصيبة يثرثر يتهم الله تبارك وتعالى بالعدل، بعدله، يتهمه بعدله، يعني يقول الله ظالم والعياذ بالله. هالشكل بعض الناس حقيقة، يعني إذا مرت به مصيبة، إذا نزلت به نازلة، سبحان الله، يعني لسانه لا يضبطه فيحمل التبع على الله تبارك وتعالى، ينسى ذنوبه، ينسى معاصيه، ينسى أنه بعض البلاءات رفع درجة رتبة إليك أنت ترتفع بيها، ينسى أن الدنيا اختلفت على المعصومين عليهم السلام اللي ما عندهم ذنوب. موسى بن جعفر 14 سنة بالسجون، إيده يرفعها ما يشوفها من شدة الظلمة، وهو موسى بن جعفر حجة الله في أرضه. البلاء جرى حتى على المعصومين ولم تصف الدنيا لهم، فكيف تصفوا لنا؟ لازم واحد يخلي قدامه ما جرى على الصالحين حتى يتأسى ويطمئن قلبه. المهم إخواني، الله تبارك وتعالى يقول حسب هاي الآية، يقول الجهر بالسوء من القول أنا لا أحبه، الله لا يحبه، إلا بقضية واحدة. هذا الاستثناء يقولون أهل اللغة يفيد الإثبات بعد، مو يفيد النفي. يعني شلون؟ يعني الله تبارك وتعالى ما يحب تجاهر أنت بمصيبتك وتحكي وتثرثر تجاهر بيها بالسوء اللي يمر بيك، إلا بحالة واحدة، إلا إذا تكون مظلوم. الله يحب أن تجهر بمظلوميتك. التفت، هذا قانون قرآني. تمر بمصيبة، تمر بمظلومية، أكو إنسان ظلمك، أكو قائد ظلم شعبه، أكو مسؤول ظلم مدينته، الله تبارك وتعالى
يكره أن نطلع تظاهر نتحدث نجهر بمظلوميتنا. القرآن يقول لا، الله يحب منكم ذلك. هذا معنى الآية، يصير لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. اللي يظلم يجب عليه أن يجهر، أن يجاهر بمظلوميته، يتحدث. زين، هاي مظلوميتنا أنا وياك. زين، إذا المعصوم تعرض المظلومية، ألا يحق لنا أن نجهر بمظلومية المعصومين عليهم السلام؟ بعد إحنا الحمد لله مذهب يبتني كله على آيات الكتاب، صدقوني ما عندنا عقيدة إلا ولها جذر في القرآن الكريم. ما عندنا عقيدة، والبعض يخلط ما بين ما هو عقائد وما بين ما هو مشاعر وأحاسيس تجاه المعصومين، هذا خلط للأوراق. المهم أنا مو في صدده. اللي أرد أقول أخواني، طبقا لهذه الآية بعد هذه المقدمة، تقرر الآية المباركة، الله يقرر أن الذي يظلم الله يحب أن نجهر بمظلوميته. الزهراء ظلمت أو لم تظلم؟ ظلمت فاطمة. الله يحب نكتم مظلومية الزهراء لو يحب نجهر؟ الله تبارك وتعالى يحب لنا أن نجهر بمظلومية الزهراء، أن نتحدث علنا أن فاطمة ظلمت صلوات الله وسلامه عليها. مظلومية الزهراء إخواني، شوفوا حتى أبين شقد عظيمة مظلومية الزهراء. أعظم مظلومية اللي الإمام الصادق يعبر عنها، يقول أصل يوم العذاب، أصل يوم العذاب يوم الاعتداء على فاطمة عليه السلام. خلي ننطي بعض الأمثلة على عظمة مظلومية الزهراء حتى إحنا نشوف. إخواني دققوا وياي، نشوف شقد عظيمة مظلومية الزهراء. الله يقول أحب إذا مظلومية لشخص مظلوم أن تجهروا بها. زين، إذا المظلوم فاطمة سر الله اللي هو يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، ومظلوميتها مو شيء طبيعي يسير اعتيادي، أعظم مظلومية، فيجب حتى نوازن الأمور يجب أن نجهر أعظم الجهر بمظلومية الزهراء عليه السلام. زين، شنو الدليل على أن مظلومية الزهراء عظيمة؟ خلي أذكر مثاليا، ما أرد أعقد الأمور، أرد أبسطها. المثال الأول إخواني على أن مظلومية الزهراء أعظم مظلومية، شوفوا إخواني هناك قضية، وهذه أقولها لأهل الاختصاص، وإن شاء الله أنتم أهل ذوق وأهل معرفة، خدمة الحسين وروادها المجلس الحسيني منبر سيد الشهداء، والقضايا سهلة حتى لو ما سامع بها لأول مرة، لكن بالتبسيط تكون سهلة. يقولون أهل المنطق الدليل اللمي، عندنا دليل لمي ودليل إني، لا تخاف من المصطلحات. دليل الإني إحنا ويا شغلنا، شنو الدليل الإني؟ يقول أن تنتقل من المعلول للعلة. يعني شلون؟ يعني عندك قاعدة تقول الحديد يتمدد في الحرارة، عارفين هاي المعلومة أخواني ولا؟ الحديد إيش بيه إذا لاحت الحرارة؟ شو يصير بيه؟ يتمدد. يعني إذا لقيت لك حديدة متمددة إيش تستنتج؟ شوي شغل ذكائك. ها سنت، يعني انتقلت أنت من المعلول اللي هو التمدد المن للعلة، علة التمدد، سبب التمدد شنو هو؟ حرارة. أنت حرارة بعدك ما شايف، لكن الحديدة لقيتها متمددة إيش استنتجت؟ أن وجود حرارة. نفس هذا الدليل الإني، انتقال من المعلول إلى العلة، تعالوا نطبقه في قضية الزهراء عليه السلام. أمير المؤمنين علي سلام الله تعالى عليه، إيش تتصورون الإمام علي عليه السلام مو مصداق للآية الصابرين في البأساء والضراء؟ مو يولا، وحين البأس علي صابر أو ليس بصابر؟ صابر. أصلا صبر علي بن أبي طالب عليه السلام الإمام السجادي وصفه عليه السلام، إمامنا زين العابدين الرواية منقولة في بحار الأنوار في الجزء 45 صفحة 138، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين
وهاجر الهجرتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين. أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين وقامع الملحدين وسهم من مرام الله على المنافقين. خطبة الإمام السجاد في الشام كلكم سامعين بها من ذاك الفم الطاهر للشيخ الكعبي رضوان الله تعالى عليه، إلى أن يقول، شوف يوصف الإمام زين العابدين، يوصف جد علي، يقول: وأصبر الصابرين من آل ياسين رسول رب العالمين. يعني شنو؟ اللهم صل على محمد. معصوم جاي يوصف معصوم، شوي التفت شوي التفت، إمامنا السجاد يقول أصبر الصابرين، من هو؟ علي عليه السلام. أصبر الصابرين من آل ياسين. آل ياسين، ياسين منو؟ رسول الله. ياسين قرآن يخاطبه يقول له ياسين والقرآن الحكيم وحق القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. ياسين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام السجاد يقول أصبر، أفعل تفضيل في اللغة العربية، أصبر الصابرين من آل محمد علي أمير المؤمنين. أصبر واحد بهم، أصبر معصوم من سلسلة المعصومين من آل محمد علي أمير المؤمنين عليه السلام. زين، تعال شوف صبر الإمام الحسين عليه السلام. شوية قلت لك أنا راح أنتقل من العلة، من أصبر الصابرين، إلى حجم مظلومية الزهراء. الإمام الحسين عليه السلام إيش قد صبر؟ إيش قد صبر الإمام الحسين؟ صبر عظيم، إلى درجة الإمام الحجة صاحب العصر والزمان، وهي كلش لطيفة أخواني، كلش لطيفة، أن تأخذ تاريخ سيرة المعصومين من المعصومين، مو واحد تحدث عن الثاني، أصدق تاريخ اللي تأخذه من فم المعصوم ليصف المعصوم. شلون مرة أجا واحد دخل على أمير المؤمنين عليه السلام، وهي الرواية يذكرها حتى الفخر الرازي وغيره، واحد دخل على الإمام علي عليه السلام قال له: يا أبا الحسن صف لي أخلاق محمد حتى كأني أراه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أنا ما شايف النبي، بس وصف لي أخلاقه. شلون كانت أخلاقه؟ أمير المؤمنين عليه السلام التفت له قال له: أنت تقدر توصف لي متاع الدنيا؟ شقد الله مخلي نعم بالدنيا، نعم البصر، نعم السمع، نعمة الهواء، نعمة الشمس، نعم اللي القرآن يقول نعمة واحدة لا تحصوها، مو النعم لا، وإن تعدوا نعمة الله وحده لا تحصوها، ضرورة أن كل نعمة متصلة بكل نعمة، هذه لها فلسفتها. فقال له: أنت وصف لي متاع الدنيا، الله شقد مخلي نعم بالدنيا؟ قال له: يا أبا الحسن لا أحصيها. تقدر أنت أنا نقدر نعدد نعم الله بالدنيا؟ نقدر؟ ما نقدر. الإمام علي تبسم قال له: يا هذا عجزت أن تحصي متاع الدنيا، وقد قال الله فيه متاع الدنيا قليل. والله قال بالقرآن هيك ولا متاع الدنيا اللي ما نقدر نحصيه شبيه قليل، وتطلب أن أحصي أخلاق محمد وقد قال الله فيها وإنك لعلى خلق، أين العظيم من القليل؟ يعني لو تجرد نعم الدنيا كلها على فرض، وما تنجرد ما تنحصي، لو على فرض جردتها وحصيتها نعم الدنيا فهي في جنب أخلاق الرسول تكون قليلة وأخلاقه عظيمة. هذه السيرة الناصعة خذها من أفواه المعصومين عليهم السلام. الإمام الحجة يوصف صبر الحسين، عندي مقصود، عندي شاهد، دققوا وياي. الإمام الحجة عليه السلام هكذا يصف صبر الحسين في زيارة الناحية الصحيحة سندا ودلالة. أكو بعض الشبهات بفضل الله خادمكم ناقشتها في حرم أبي عبد الله الحسين سلام الله تعالى عليه، الإشكالات السندية والإشكالات الدلالية في مضمونها كلها. على كل حال، على كل حال، الزيارة المقدسة، الناحية المقدسة، الإمام الحجة يزور جد الحسين عليه السلام، طيات الزيارة، ثنايا الزيارة هيك يقول، هيك يعبر عن صبر الحسين، يقول له: قد عجبت، خاطب الحسين، الإمام المهدي خاطب الحسين، يقول لقد عجبت من صبرك ملائكة السماء.
ملائكة الله، ملائكة السماء، ملائكة السماء شايفين آدم وصبره، وشايفين نوح وصبره، وشايفين إبراهيم وصبره ومعاناته، شايفين كل صبر عباد الله الصابرين الصالحين. مع ذلك الإمام الحجة يقول له أنت يا أبا عبد الله صبرك اللي صبرته في طف كربلاء عجبت منه ملائكة السماء. ومع ذلك صبر الحسين، أريد تدققون بالله عليكم، إحنا ماشيين إلى مظلومية الزهراء، ركز جيدا. صبر الإمام الحسين اللي عجب الملائكة، الإمام زين العابدين يقول هذا الصبر قياسا بصبر علي، علي أصبر الصابرين من آل ياسين. الشاف علي أمير المؤمنين عليه السلام، الصبر علي شنو أمير المؤمنين؟ لعله احنا بالدقة ما نتمكن، لكن انا اتلو عليكم رواية تحدث صبر امير المؤمنين، تبين لك جانب من صبر الامام علي عليه السلام، حتى نعرف ننتقل من العلة للمعلول، من المعلول عفوا للعلة. صبر عليين لابد اصبر الصابرين، كون صارت علي مظلومية هي اشد مظلومية على وجه الدنيا. الرواية عن انس بن مالك قال كنا مع رسول الله، أنا أتقصد أقراها بالنص، أتقصد أقراها بالنص، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي بن أبي طالب معنا، فمررنا بحديقة أحسن منها ما رأينا أحسن منها، فقال علي عليه السلام يا رسول الله ألا ترى ما أحسن هذه الحديقة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم، والرواية طبعا للمخالفين مو إنه، الرواية في كتبهم مو في كتبنا، ما أحسن هذه الحديقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن حديقتك في الجنة أحسن منها. حتى مررنا، أنس بن مالك يقول حتى مررنا بسبع حدائق، علي يقول ويجيبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أجاب، يعني الإمام علي سبع حدائق يقول له هاي كلش جميلة، النبي يقول له حديقتك أجمل، حديقتك أجمل سبع مرات. زين، ثم توقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا غيرنا ما يحترم تصرفات رسول الله، هو شأنه للنار إن شاء الله، إحنا نعتقد أن رسول الله ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كل ما عنده تعليم من شديد القوى من الله. ثم توقف النبي فتوقفنا، من اللي يقول؟ أنس بن مالك، النبي توقف، وقف احنا وقفنا. زين، صار فوضع رأسه على رأس علي وبكى صلى الله عليه وآله وسلم، فقال علي عليه السلام ما يبكيك يا رسول الله؟ هذا شاهدنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم شنو اللي مبكيني؟ فقال ضغائن في صدور قوم لا يبدونها لك حتى يفقدوني. وكلمة هز، ضغائن، تعرف شنو الضغائن شباب مؤمنين؟ شنو الضغائن؟ الضغائن جمع ضغينة، الضغينة العداوة الشديدة، يعني مو العداوة اللي نسبتها 70% معاديك 80، لا، العداوة الشديدة 1000% معاديك، هذا شو يسمونها؟ ضغينة. زين، هي ضغينة واحدة يا ضغائن؟ النبي قال ضغائن في صدور قوم، ذولا كاتمين يكرهونك، غاضبين عليك، حقد أكو، دفين، هذه الضغائن والأحقاد لا يبدونها إليك حتى يفقدوني، إلى أن أطلع من الدنيا يطلعون هذه الأضغان يا أبا الحسن يا علي، يطلعون هذه الأضغان عليك وعلى الزهراء على فاطمة. إلى هنا أخواني، إلى هنا، إلى هنا نتسلسل بالبحث. مظلومية الزهراء عظيمة، شنو الدليل؟ قلنا ننتقل من المعلول إلى العلة، علي أصبر الصابرين،
أصبر واحد بأهل البيت عليهم السلام وصبر على هاي الضغائن كلها، صابر أمير المؤمنين. لكن تدرون شنو اللي هذا الصبر اللي قد صارنا نسولف عنه نوصفه؟ تدرون مصيبة الزهراء ضعضعت هذا الصبر. شاش قد عظيمة مصيبة الزهراء إلى درجة يوقف الإمام علي عليه السلام عند قبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول له قل يا رسول الله عن صفيتك صبري، قل صبري، انهاريت لشدة ما جرى على فاطمة. الله أكبر، يعني شقد المصيبة عظيمة وعميقة إلى درجة أصبر الصابرين صبره تضعضع. الله أكبر، صاير على الزهراء، الصاير على فاطمة. يا ناس، يا شيعة الزهراء، يا من تهونون الخطب، اجهروا، هذا كتاب الله، اجهروا بمظلومية الزهراء. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وقد ظلمت فاطمة ظلما ضعضع صبر أصبر الصابرين. شنو من المظلومية اللي مرت بها الزهراء؟ أعطي مثال ثاني على مظلومية الزهراء، أعطي مثال ثاني إخواني. مصيبة الزهراء من السهل الممتنع، يعني شلون؟ أنا أرد أدوخك ما يخالف، أثقل عليكم، لكن البحث اللي إحنا به هو عميق، إحنا جاي نتحدث عن الزهراء عليه السلام. مصيبة الزهراء واضحة، كلش واضحة، جلية بدرجة الوضوح. التفت إيش قد ما هي واضحة وجلية، صعبة على بعض القلوب. سبحان الله، إيش قد ما واضحة بارزة للعيان، بنفس قوة وضوحها القلوب ما تتحملها. ليش؟ لأن بس تذكر مصيبة الزهراء أكو رموز لازم تسقطها. فمو كل واحد عنده شجاعة قلب ويحب الزهراء بحقه وحقيقة ويسقط هاي النماذج العفنة، يتوقف، يخاف، يجامل كذا. وإلا أخواني بس قضية واحدة، بس واحد، شوف إيش قد واضحة مصيبة الزهراء، شوف إيش قد واضحة. التفت، خلي نقول ما انكسر ضلعها، خلي نقول ما أخذوا فدك، خلي نقول كل شيء ما مر على الزهراء، ما لقينا بالتاريخ هاي التفاصيل، بس شغلة واحدة لقيناها سنة وشيعة موجودة عندهم. شنو هي؟ أن رسول الله قال لفاطمة الله يرضى لرضاك شنو؟ ويغضب لغضبك. أجمع المسلمون، والنص موجود في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي كل كتب المسلمين، أجمع المسلمون أن فاطمة ماتت وهي واجدة على أبي بكر وعمر. شنو واجدة؟ ها، مو بس غضبانة، يعني مو الغضب العادي، لا، أشد أنواع الغضب. شلون أشد أنواع العداوة؟ يسمونها ضغينة. أشد أنواع الغضب يسمونه وجد، واجدة يعني شديدة الغضب على ذولا. زين، اللي يحلل عليه غضب الزهراء يغضب الله عليه أو لا يغضب؟ إذا الله غضب على واحد، القرآن يقول ومن يحلل عليه غضبي، بسورة طه، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. عليكم العباس، هاي هم يراد لها تعقيد وواضحة هاي. ها؟ شقد واضحة مظلومية الزهراء؟ افترض كل شيء ما عدنا إلا أنها ماتت غاضبة عليهما، يعني أكو ظلم جرى على الزهراء، غض النظر شنو هي تفاصيله، على فرض ما لقينا التفاصيل. لا، شوف بعد، شوف القرآن الكريم شو يقول. بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد إلا رسول، حافظين الآية، قد خلت من قبله الرسل أفإن مات صار. بطل، التفت لي، انقلبتم مو على وجوهكم، على شنو؟ يعني على القفة، صحيح؟ الشخص اللي ينقلب على قفاة طلع لقدام ويرجع لورا، زين،
القرآن يقول بعد، القرآن يقول الأمة الإسلامية بعد رسول الله انقلبت لقدام ولورا، ها لورا رجعت ورا الإسلام. قبل الإسلام شنو كانت؟ جاهلية. يعني ايش رجعوا؟ جاهلية رجعوا، يعني أخلاقهم الجاهلية ايش بيها؟ رجعت. قوانينهم الجاهلية ايش بيها؟ رجعت. هذا فهم القرآن، ايش قد واضح القضية. تعال خلينا نشوف ذولا اللي احنا الشيعة نتهمهم نقول ذولا ظلمة والزهراء أخلاقهم بالجاهلية شلون كانت؟ شلون كانت أخلاقهم مي النساء خاصة؟ نفس هاي الأخلاق عادوها مع الزهراء عليه السلام. هلا أقرأ لك نص حتى هم خاف يقولون هذا مكذوب أن طيب النص. يعني النووي من كبار أئمة الفقه عندهم، الإمام النووي في المجموع، كتاب المجموع عنده في شرح المهذب جزء 19 صفحة 189، بالله عليكم ركزوا، باب وجوب الكفارة على الكافر. التفت، وجوب الكفارة على من؟ على الكافر، يعني يعترف. هسه اللي راح تقرونه راح أقرأ عليكم، هو يعترف النووي نفسه إمامهم في الفقه، يعترف أن هذا صاحب الرواية اللي راح نحكي عنه يعترف أنه كان كافرا. التفت، شوف شو يقول. كان عمر جالسا بين أصحابه، هسه بعد مو أنا أقول، النووي وانطيت المصدر والجزء الصفحة. كان جالسا بين أصحابه فضحك ثم بكى، أول ما ضحك وبعدين شنو؟ بكى. فسأله من حضر، خير مرة تضحك مرة تبكي، شو القضية؟ قال ليش ضحكت ليش بكيت؟ قال، هو جاوب، كنا في الجاهلية نصنع صنما من العجوة. عجوة نوع من أنواع التمور، سوي الصنم منين؟ من التمر. هو يقول نعبده ثم نأكله، يقول فضحكت، إلهنا نعبده وبعدين شبينا ناكل ربنا. هو يقول زين، هاي اللي ضحكتك اللي بكيتك شنو؟ اسمع، وهذا سبب ضحكي، أما بكائي هو يقول فلأنه كانت لي ابنة فأردت وأدها. وأد البنات موجود وما موجود قبل في الجاهلية؟ طفلة، طفلة رضيعة صغيرة يدفنونها حية عدلة، كل شيء ما بيه يحفر لها أبوها يطمها. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، كانت لي ابنة فأردت وأدها فأخذتها معي وحفرت لها حفرة فصارت تنفض التراب عن لحيتي فدفنتها حية. شايف هيك فظاظة اللي تراب يطيح على لحيته يتدمر، بنته الصغيرة اللي جاية توها تمشي تنفض له التراب على لحيته، أبوها تعبان، أبوها جاي يجهد، شوفه يحفر، شو خلص حفرته شال بنته اللي تنكث له التراب دفنها. بالله عليكم خلنا نطبق الآية، أفإن مات أو قتل صار على أعقابكم، يعني رجعوا لهاي وما رجعوا هاي وأمثالها. شاليش تستكثر لما نقول ضرب الزهراء عصر الزهراء، قلبوا على أعقابهم، وفي الأعقاب هذه النماذج، نقلوا ما في الأعقاب إلى حياتهم هذه. والسلام، إيش قد واضحة مظلومية الزهراء. أنا طبعا خلافا لكل المعتاد، يعني في المعتاد لا أذكر صلب الموضوع، لكن الآن هذه حواشي مغفولة قل ما يتحدث فيها عن مظلومية الزهراء، أنا أذكرها. إيش قد بسيطة مظلومية الزهراء، لكن إيش قد ثقيلة. منو يتمكن يجهر بمظلومية الزهراء فاطمة عليه السلام؟ مراتب يراد لك، مراتب من الولاء والصدق مع فاطمة عليه السلام حتى تجهر بمظلمة فاطمة عليه السلام. وإلا إخواني
بعضنا بعضنا إلى الآن جاء يظلم أهل البيت عليه السلام. إلى الآن شلون يظلم أهل البيت؟ يوالي أعداءهم ويعادي أولياءهم. هذا مرض عند بعضنا. موالي على ابن أبي طالب لكن أعداء على ابن أبي طالب عنده عاديين، كلش عادي. ما يقبل واحد يتجرأ عليهم، ما يقبل واحد يتجاوز عليهم، كلش عادي. يوالي الحسين عليه السلام بس ما يقبل أعداء الحسين واحد يلعنهم أو يسبهم أو ينال من عندهم. هسه الضرورة في الإعلام أو في غير الإعلام هذا بحث آخر ما لنا علاقة به، لكن احنا نتحدث عن أصل القضية، الولاية والبراءة. ولاية لآل محمد براءة من أعدائهم. إخواني نقرأ احنا قرآن وما نقرأ في آية الكرسي اللي كل احنا حافظينها، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى أن يقول فمن يؤمن فمن يكفر بالطاغوت شنو؟ قدم البراءة على الولاية، أولا أكفر بالطاغوت بعدين شنو؟ أؤمن بالله. فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني اللي أولا يتولى وبعد ما متبري هذا ما استمسك، أولا تبرأ ثم تولى أعداء أولياء الله، أنت تكون من المستمسكين بالعروة الوثقى، لا انفصام لها والله سميع عليم. أما نساوي الأمور كلها عادي، يلا مشي الزهرة واللي ظلموا الزهرة يلا عادي. هذا مرض خطر إخواني. خلي أقرأ لك بس رواية أخيرة أختم الكلام فيها. الرواية موجودة في الكافي الشريف في الجزء الثاني عن الإمام الصادق عليه السلام، وأنا أرجو من أحباب الزهراء هاي الرواية يحفظونها، كلش صغيرة كلش صغيرة. قال الإمام الصادق عليه السلام: لعن الله القدرية، قدرية المجبرة اللي يقولون احنا الله جابرنا، سووا ذنب احنا مجبورين، سووا ثواب الله جابرنا من فوق، ذول يسمونهم القدرية، اللي هذا المذهب اعتنقه بنو أمية حتى يبررون أخطائهم. يا أبا ليش رجمتوا الكعبة؟ الله جابرني، مش بدي. ليش قتلتوا الحسين؟ والله مجبورين، الله جبرنا. يقولون بالجبر. جاي تلاحظ الإمام الصادق شو يقول؟ يقول لعن الله القدرية، مرة واحدة لعنهم. لعن الله الخوارج، هم مرة واحدة لعنهم. تعرفون الخوارج أعداء أمير المؤمنين، جماعة لا حكم إلا لله. لعن الله القدرية، لعن الله الخوارج، لعن الله المرجئة، لعن الله المرجئة. التفت، المرجئة كم مرة لعنهم؟ مرتين. قال الراوي: يا ابن رسول الله، لعنت هؤلاء مرة وهؤلاء مرتين، ليش؟ قال: المرجئة هم ياهم، خل أبين لك حتى تعرف تقول والله صدق ذولا يستاهلون مرتين بل آلاف المرات يلعنون. منو هم المرجئة؟ المرجئة أخواني جماعة، يعني يسمونهم بعض تسميات المعتزلة، اعتزلوا درس الحسن البصري. على كل حال قضية مفصلة، سنة 80 للهجرة أول طلوعهم بزوغهم في البصرة هنا، واصل ابن عطاء أستاذهم الكبير. على كل حال تاريخ مفصل سمار دخوذ بي، لكن عقيدتهم شنو كانت؟ شنو كانت؟ هذا ضروري إخواني تعرف عقائد الأمم حتى أنت تتنقي نفسك. الملل النحل شنو كانوا يعتقدون؟ الملل الباطلة الضالة حتى أنت تمشي على صراط مستقيم. تعرف العقائد، إذا جتك عقيدة مخربطة يقول والله هاي من جماعة فلان، هاي انسبها. ذولا وحدة من عقائدهم شي يقولون؟ يقولون الفاسق مرجئ. مرجئ يعني شنو؟ ليه سموهم مرجئة؟ يقولون أمير المؤمنين مثلا أبسط لك بمثال، الإمام علي عليه السلام وابن ملجم اثنينهم سوا، هذا عليه السلام وهذا رضي الله عنه، كلش عادي. يا بليش هذا قتل هذا؟ قالك والله أنا ما أتدخل بالإرادة الإلهية، دول يعود يرحول لله والله يصفيها بيناتهم. جاي تلاحظ السم بالعسل. فاطمة ومن كسر ضلع فاطمة ثينهم رضي الله عنه، هاي عليه السلام هذا رضي الله عنه. ليش يابه؟ والله ما لي علاقة أنا، على أساس تقوى، بثوب التقوى والتدين.
والله ما لي علاقة، الله يصفيها، يروحون لله والله يصفيها. ذول يسمونهم مرجئة، يعني الفاسق والمؤمن مرجئون، يعني مؤجلون إلى الآخرة إلى القيامة، ما لنا علاقة إحنا، من تدخل؟ لا نتبرى، نتولى الجميع ولا نتبرى من أحد. اسمع ايش قال الإمام الصادق عليه السلام، لعن الله المرجئة، لعن الله المرجئة، قال الراوي لعنت هؤلاء مرة، قدرية والخوارج، ولعنت أولئك هؤلاء مرتين، ليش؟ قال إن هؤلاء المرجئة يقولون إن قتلتنا مؤمنون فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة. دير بالك تحذو هذا الحذو، يلا اللي ظلموا الزهراء هم عادي اسكت، دير بالك دماء الزهراء تتلطخ بثيابك إلى يوم القيامة. إمام الصادق يقول عليه السلام لا تكون من المرجئة، قل اللهم إني أوالي محمدا وآل محمد وأتبرأ من أعدائهم كائنا من كانوا. أبدا. والحديث له تتم وتتم، وكلام طويل فيه على كل حال، لكن هذه إشارة، وهذه ليلة جمعة باسم الحسين عليه السلام، وإحنا نريد نذكر الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. ونعمة عظيمة، نعمة عظيمة إخواني، إحنا هالدقائق هذه نقضيها نتحدث عن فاطمة مظلومية الزهراء. شوف إخواني، أكو قصة عن أم سلمة، أم أيمن عفوا، أم أيمن من الصالحات، من القانتات، من العابدات، كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي يوم من الأيام دخل على أم أيمن، لقى أم أيمن تبكي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم أيمن خير تبكين؟ عزيزة أنت على قلبي وعلى قلب أهل البيت كلهم، ما أشوف يعني أتأثر، تأذمنا أشوفك تبكي، ليش تبكين؟ قالت له يا رسول الله كنت في عرس وبكيت. قال عجيب، اللي بعرس يفرح، بعرس تبكين ليش؟ قالت له يا رسول الله العروس جابوها زافينها دخلوها، قامت أمها نثرت على رأسها نثار، هذا النثار المعروف ملبس شكلية حلويات شيء من هالقبيل، يعني أمها قامت فنثرت على رأس ابنتها نثارا. قال إيه؟ قالت له يا رسول الله فتذكرت عرس فاطمة الزهراء، زفت لعلي أمير المؤمنين، أمها ما كانت موجودة خديجة، أو إحنا نسينا ننثر نثار على الزهراء، دخلت بكل برود فاطمة، زفت بكل برود. والله قالت لي يا رسول الله حن قلبه، بكيت لفاطمة، خطية ما عدها أم، وإحنا قصرنا بحقها، وهاي الزهراء حبيبة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ابنتك يا رسول الله، فأنا حن قلبه بكيت، والله خذتني العبرة على الزهراء. رسول الله واقف قعد، قالها أم أيمن بكيتي رحمة لابنتي فاطمة، لا أبكى الله عينيك يوم الفزع الأكبر. أم أيمن أفرح قلبك مثل ما حزنت للزهراء، أفرح قلبك، أعطيك بشارة يا أم أيمن، الملائكة لم تنس نثار الزهراء، الله أوحى إليهم فهزوا شجرة طوبى، فأسقطت شجرة طوبى نثارا برزخيا، مين شاف بالعين المجردة، أسقطت شجرة طوبى نثارا على رأس ابنتي فاطمة. تهيئ دمعتك يا الله يا فاطمة، سيدي يا رسول الله اللي تبكي على نثار الزهراء عيونها ما تبكي يوم الفزع الأكبر، شيعتك وهالمؤمنين وهالموالين أحباب الزهراء يبكون على كسر ضلع فاطمة، يبكون على عين فاطمة، يبكون على متن الزهراء، يا فاطمة يا الله يا الله. يقول جابها أمير المؤمنين خلاها على صخرة المغتسل، بينا هو يغسلها أمير المؤمنين وفضة ناوله الماء، إذ قطع الغسل وجلس جانبا يبكي. يقول وقفت على رأسه تقول فضة، قلت له يا أبا الحسن تعلموننا الصبر وتجزعون؟ قال يا فضة يا فضة يا ما هو بجزع، ولكن الصبر على المصائب جميل، ولكنه بفقد فاطمة ليس بجميل. الله أكبر، إيش قد عظيمة مصيبة الزهراء.
جهزها يا ناس، كمل الزهراء غسل قبل أن يعقد الإزار عليها. صاح بني حسن بني حسين ألما وتزودا من أمكما فاطمة. يقول أقبل يهرعان إليها، حسن عن يمينها حسين عن شمالها. والله دموع والله عبرات يا فاطمة سيدتي نظرا لهالمجلس هذا. يقول حسن عن اليمين حسين عن الشمال، هذا يقلها أمه بحق جدي كلميني. الحسين يقلها أنا حبيبك كلميني يا أمه. آيا يقول علي والعيش الذي عاش به رسول الله، رأيت فاطمة حنات وأنات وفتحت باعيها وضمتهما إلى صدرها، وسمعت مناديا ينادي من السماء يا علي ارفعهما، فلقد أبكيا ملائكة السماء. قضت ومصابها ما مرش بيها، بجو سبطينها وشبقا. جاوبني، بجو سبطينها وشبقا وعليها، حنت ضمتهم بديها وهتف بالعرش. نحيهم يا ابو حسين يا حيدر، شيل سبطين الزكية، شيل الحسن يا حيدر، والله وخي ارضها والسما حنا نسوي الفقد بضعه الهاد وينحب الدين. يقول شاله ونعشها، الله اكبر قد اصدع قلبك بهالابيات. يقول شاله ونعشها والنسى كلها يتباكون، وزينب تنادي يا علي دمشوا على هون. ليش بو يا زينب؟ تقول ابو يا ظلوم ومنها مكسره يا ابو يا تدرون. ويامها كلها قضتها بالعزية. الله أكبر. ذاك الشاعر يقارن بين زينب وزينب صاحت على نعش الزهراء، يقارن بين الزهراء وزينب. يقول إذا كان الزكية تلوذ بالباب، مو الزهراء وين لاذت؟ خلف الباب. إذا كان الزكية تلوذ بالباب بالباب، حتى لا تصدها عيون الأجناب، زينب لاذت بدخان الأطناب. وإذا كان الزكية تصيح يا أبوي يا أب زينب، من تصيح بصوت تنصاب. واحد شاعر ما أدري طولت عليكم، بس ما يخالف للزهراء. أكو شاعر مهوالي يسمونه العرب، مهوسشي يعني، وقف ميدان الهوسة استشهاد الزهراء مصيبة وكذا، هوس هوسة ونسى رباط الهوسة. هوسة عن الزهراء يربط بين الماضي وبين مصيبة الحسين، الزهراء والحسين. شلون الحسين انقتل؟ لأن الزهراء تدي عليها. قتل الحسين يوم كتب الكتاب، الإمام الصادق يقول. نسى رباط الهوسة وإذا بالليل استحى من الناس الموجودة، يقول عاتب الزهراء بقلبه، قال سيدتي أنا نصرة إليك أرد أقرأ الأبيات هذه، نسيت رباط الهوسة. يقول بالله جتني الزهراء بالرؤية بالليل، قالت يا هذا رباط الهوسة وإحنا نتعذر من عندك، هذا أخذه أنا أنطيك إياه وباكر أرجع هوسها. هوش قال والزهرة جاوبت. يقول قال ذاك الشاعر عمي عيونها جرت ولا كانها تعرف مني، اللي اجتمعوا على الحسين وقتلوا. عمي عيونها جرت ولا كانها تعرف مني، أو تدري بكل مصايبنا سببها الكونوها اثنين.
والله لو ما كسر ذاك الضلع ما كسره وضلوع حسين. اي والله لو ما كسر ضلع ما كسره وضلوع حسين. الزهرة ايش قالت له؟ قالت له الصوت الشال على امك طقه وزينت بيه. اي والله الصوت 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 الشال على امك طقه وزينت بيه يا وليدي. ابيات اشوف عندكم دمعه، بيت واحد بيت واحد واسالكم الدعاء. يقول تقول زينب تقوم أو الخوف يا الشمس غابت يا خويا وتشل الغروب. شلون صورة هاي؟ الشمس غابت والغروب اجى، شايف الشعور يا لا؟ خويا ابو علي جيتك انا. ابا عبد الله زينب تقول لك، تقول له خويا الشمس غابت يا خويا وتشل الغروب، جيتك والهوى يعثرني بالثوب، ياللي قضيت نوبك صار للنوب، دليني ادير الوجه يا صوب يا خويا، انا دليني ادير الوجه يا صوب يا صوب، وانا ما ماشي وديان ودروب. تفضل ملا، تفضل حبيبي. ختم سماحة الشيخ على كربلاء، هل بيت ان شاء الله نستعد لكم؟